محمد بوغلاب من 7 ل 10 بتاع الصباح على كاب اف ام. نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم من جديد. 7:18 دقيقة نعملوا طلع على حالة الطقس تود سويت. اليوم الصباح الطقس اللي نلقاه فما برشا ذباب، خاصة اللي يميز انطلاقة نهار اليوم بالشمال الشرقي، وثم سحب عابرة على البلاد الكل وتتكثف تدريجيا بالشمال مع خلايا رعدية محلية ترافقها أمطار متفرقة بعد الظهر وتشمل عدد من معتمديات الوسط آخر النهار. نشاط الرياح اللي تواصل نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب تثير الرمال، البحر مضطرب عموما وانخفاض نسبي مرتقب في درجة الحرارة اللي باش تواصل قصوى بين 15-21 درجة في الشمال والمرتفعات، وتكون بين 22-27 درجة في بقية الجهات، كما توصل إلى أقصى الجنوب الشرقي 30 درجة. يا جماعة نحكي على 30 درجة في قلب الشتاء، الله يقدر الخير في هالبلاد. نمشي ونشوفوا ملامح الطقس في عديد نقاط الجمهورية لليوم، اللي نبدأ بالوطن القبلي قليبيا اللي نلقى فيها 22 درجة، 24 في نابل، 22 في تونس العاصمة، بنزرت 20، باجة كيف كيف، تبرقة 19 درجة، 22 في جندوبة وسليانة، 18 درجة في الكيف وتالا، 25 درجة في القيروان. وتقريبا الشمال اللي خاصة يسجل أمطار متفرقة وتكون معناها وتجمل شوية الوسط بالنسبة لليوم. نشوف المناطق الساحلية الطقس اللي يكون قليل السحب بين 23 سوسة، 25 في كل من المستير والمهدية، 25 في كل من قرقنة وصفاق سيدي بوزيد، 24 22 القصرين، 22 كيف كيف قفصة، 24 توزر، 28 اليوم في جابس، 24 درجة في قبلية. وبالنسبة إلى أقصى الجنوب الشرقي لنلقاو تطاوين في 27 درجة، 28 في رمادة، 30 في مدين، و 28 درجة اللي تسجلها جزيرة الأحلام جربة. نتمنى أن أنتم تعديوا عطلة آمنة، خاصة طقس اليوم الصباح اللي يرافقوا بعض الضباب المحلي، إن شاء الله تتعدى لباس، إن شاء الله أنتم توصلوا سالمين وتعديوا عطلة آمنة في صحة جيدة وملمومين سالمين بإذن السميع العليم. كابوتشينو حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور.